الدولار يكسر حاجز 7 يوانات صينية لأول مرة في عقد. تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.4% خلال تعاملات الاثنين الماضي، ليكسر الدولار حاجز 7 يوانات للمرة الأولى فيما يزيد عن عقد من الزمان. ويأتي الهبوط في قيمة العملة الصينية بعدما حدد بنك الشعب الصيني متوسط نطاق تداول العملة عند 6.9 يوان لكل دولار، وهي أضعف مستوياته منذ ديسمبر عام 2018. الإمارات تغلق قضية حظر السلع ضد قطر. أغلقت الإمارات العربية المتحدة رسمياً القضية المرفوعة ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، وتم إغلاق القضية عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سبباً لنشوء الخلاف بينها وبين الإمارات. السيسي يفتتح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن المجمع الذي يعتبر الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو 1,000,000 طن سنوياً بتكلفة 12 مليار جنيه. تضخم مصر يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات. أظهر رصد أجراه مباشر تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى منذ أغسطس 2015 بأقل من توقعات المحللين. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8% في يوليو 2019 مقابل 13% خلال يوليو من العام الماضي. اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج السعودية. أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج المملكة، وأوضحت الوزارة السعودية وصول 1,800,000 حاج إلى أراضي المملكة على أن يكون الوقوف بعرفة يوم السبت 9 من ذي الحجة والموافق 10 من شهر أغسطس.